اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، اللي غتكون فيه واحد الجولة ديال بعض الشوارع في المدينة باش نشوفوا الاجواء. اذا انا الان غنخرج من الشارع ليس الحي زيف وفي اتجاه شارع بايز. كيف تشوفوا عديد من الحانات والمقاهي مطاعم مغلقة، لأن الآن الساعة تشير إلى الواحدة 25 دقيقة. كاين واحد الجو بارد، واحد الضباب كذلك. نحن الان قابل واحد المنطقة اللي هي قريبة للبحر، هنا بالضبط تقريبا نقدر نقولو هذه بلاص فيردان، تتسمى رون بوان الملوخ الثلاث او الامراء الثلاثة. ما عقلتش بالضبط واش لي تخوا برانس ولا لي تخوا روا. الان حنا على مستوى الشارع انفا، عمال النظافة اللي تيقوموا بواحد العمل في الليل مشكورين على المهام ديالهم. فاش توصل هذا الوقت الاشعاعات الضوئيه ما تتبقاش تخدم، الاحمر والخضر والصفر كيولي غير الصفر اللي كيتلي يعطي. دونك كنطلبوا من السائقين اللي خارجين في هذا الوقت يتابعوا خاصه في التقاطعات ديال الشوارع والشارع مع بعض الازقه. تلاحظوا معنا هناك واحد التواجد ديال رجال الامن مشكورين اللي تيسهروا على الراحه ديال المواطنين واستتباب الامن. محاربة الجريمة، محاربة الشوائب كيكونوا بالليل، كنشكرهم على هذا العمل الجبار اللي تيقوموا به ليل نهار. نقدروا نسميوهم الاعين التي لا تنام. إذن حنا هنا شفنا التقاطع ديال شارع أنفا مع شارع الزاح الدوني، واخدين اتجاه شارع أنفا.
اذا انت نشوف هنا بعض المتتبعين تيسالوني في التعليقات اش واقع لا شيء. احنا غادين هذه الجوله هذه باش ننقلوا لكم الاجواء في بعض الشوارع الدار البيضاء. لا شيء اقل ولا شيء اكثر. الآن دائما على الشارع أنفا الشارع اللي هو منطقة سياحية معروفة بمحلات كذلك مقاهي مطاعم فنادق اللي هي حاليا بعدها في الحجر الليلي تستأنف العمل ديالها بواحد الوتيرة وحدة أخرى مو مثلا واحد الحضر تنقل الليلي في سالي مع الحطاش الليل الآن ترتفع يكون واحد انتعاش اقتصادي أكثر إن شاء الله. بطبيعة الحال هذا الشارع هذا لا يخفى على المتتبعين ديالنا. هذا الشارع بيرزان بمقربة من مركب محمد الخامس الملعب الشرفي للدار البيضاء اللي كنظن ان جميع المتتبعين توحشوه سواء كانوا جماهير الرجاء او جماهير فريق الوداد. نحن دائما في الشارع بنزان بالضبط التقاطع ديالو مع الشارع ابراهيم الوداني. هادو اماكن اللي تعرفوهم معظم الناس ديال مدينه الدار البيضاء.
الوجود ديال الامن سهم على حق المواطنين. ومن هذا المنبر كنبغيو نشكرهم على المجهود اللي بذلوا جميع الفئات ديال الامن، جميع الفرق الامنيه، متتبع قناة شوف تي في. انتم معنا الان مباشر من مدينة الدار البيضاء باش نصل لكم الاجواء في معظم الشوارع. الان تتواجد بالضبط في شارع ستوندال، بطبيعة الحال الجو بارد. كاينين بعض المتتبعين كيقولوا لنا سلام من بلجيكا، سلام من فرنسا، من عدة دول ديال المهجر. من هذا المنبر هذا تحية لجميع المغاربة المقيمين بالخارج. كيف تشاهدوا معنا كاين واحد الضباب في بعض المناطق، كنطلبوا من الناس السائقين ديال السيارات او الدراجات ينتبهوا لهذا الضباب باش نتفاداو اي كارثه او اي حادثه لا قدر الله. الان احنا في شارع غاندي من اكبر الشوارع في مدينة الدار البيضاء. فؤاد كازابلانكا، سلام خويا. وعليكم السلام اخي، مرحبا بك في هذا البث المباشر. اذا متتبعي قناة شوف تي في، انتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هو عبارة عن جولة بعض الشوارع ديال المدينة. إذا إلى هنا متتبعي قناة شوف تي في، أستودعكم الله وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله. طاقم قناة شوف تي في يتمنى لكم ليلة سعيدة.